هنعمل الرز بلبن في الانجاز، وصفه سهله جدا ولطيفه ومناسبه طبعا بعد اكله الكشري. بصوا يا شباب، اهو معانا لتر من اللبن، لتر من اللبن الحليب. لتر اللبن الحليب دوت يعني 4 كوبايات كبار. 4 كوبايات الكبار الحلوين دولت هنحتاج عليهم نص كوبايه من الرز المصري، مش اكتر من كده. نص كوبايه ده هتبقى مقدار مظبوط للتر لبن الحليب. معانا كمان نص كوبايه سكر، ممكن نزود او نقلل حسب الرغبه. معانا كوبايه من كريمه الخفق للحلويات، هتعمل بقى يعني طعم فظيع. ممكن نستبدلها بالكريم شانتيه البودره، معلقتين كبار مثلا. معانا فانيليا، معانا قشطه، ايس كريم، عسل، مكسرات، ليه الحاجات اللي ايه نزوق بيها كده الرز بلبن. مبدئيا لازم الرز يتنقع في اللبن وهو بيغلي مده، وتوطي النار وتفضلي واقفه قدامه لغايه ما الرز يستوي. اهم خطوه ان الرز يستوي زي ما بنعمل الرز الطبخ العادي، بس بدل ما نبقى بنسويه في ميه هنا هنبقى بنسويه في لبن، ويبقى اللبن بتاعه كده ايه قوي وشارب من الرز. تمام، هقوم حاطه بعد كده كريمه الخفق للحلويات اهو عليها على الرز اللي استوى مع اللبن، كريمه خفق للحلويات وشويه سكر اهو، تمام، ورشة فانيليا وبس. الكلام الحلو ده كله يغلي ويتقل معاكي، مش محتاجين نشا خالص لان احنا سوينا الرز مع اللبن والرز نزل النشا بتاعته، مش محتاجين خالص نحط له نشا. ونقلب الكلام الحلو ده، هيفضل كده يغلي، هتلاقيه قوامه تقل معاكي وطعمه رهيب. هنغرفه بقى في الاطباق او حاجه ونرش عليه مكسرات وعسل، احنا عاملين كميه هناك طبعا، للاسف وقت الحلقه خلص. بس احنا عاملين هناك الطواجن الحلوه دي بتاعت الرز بلبن. اهم حاجه يا جماعه تخلوا الرز يستوي كويس مع الحليب ويشرب منه، بعد كده كل الاضافات اللي بتحطيها بتبقى خطيره وبيبقى مستوي ويجنن. انا بشكركم قوي ان انتوا تتفرجوا عليا والله. جربوا الوصفات وشوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار، والسبت والحد والاثنين بنكون معاكم على الهواء. باي باي.